هذا المؤتمر مؤتمر تحدي، وأكيد جدا هذا المؤتمر ينعقد في وضع استثنائي إلى أبعد الحدود، وهي ستتوفر فيه الإرادة الوطنية. تونس تنادينا جميعا. هذا المؤتمر سيخط بخطوط عريضة، معناها وبخط عريض معناها لنحت مستقبل تونس في الفترة القادمة. لكم تشوفوا معناها تجاذبات، المناكفات، الاختلافات معناها العميقة، ووضع البلاد الاقتصادي والاجتماعي وضع أصعب منه ما تماش، تدهورة المقدرة الشرائية، انهيار في كل المؤشرات والأرقام. واليوم الاتحاد كما منذ التأسيس لعب دور الوطني، هو مش يلعب الدور الوطني الحقيقي بتاعه من أجل إنقاذ تونس ثم تونس ثم تونس. تعرفوا الاتحاد هو قوة خير، قوة روح مسؤولية، قوة روح وطنية، وكذلك الاتحاد هو قوة اقتراح في ما هو إيجابي لمش يأسس إلى نظام جمهوري وإلى دولة مدنية ديمقراطية اجتماعية نختلف فيها ونلتقي فيها على أساس معناها المصلحة العليا للوطن ممارسة وليس شعارا.